أهلا بكم من جديد في مدار الغد. تعهد جديد من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة جراء تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط، عقوبات إذا ما طبقت لن تكون الأولى. فقد فرضت أوروبا أكثر من مرة عقوبات في محاولة لردع أنقرة عن مواصلة سلوكها في انتهاك سيادة قبرص واليونان. نبحث في هذه الأطماع التركية ولكن بعد هذا التقرير. بموجب اتفاق متعارض بالأساس مع القانون الدولي، خرجت تركيا لتعلن أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الغاز شرقي المتوسط. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو قال إن بلاده استندت في هذه الخطوة على الاتفاق الموقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي. وتقول أنقرة إن الاتفاقية تتيح لها منطقة اقتصادية خاصة بداية من ساحلها الجنوبي حتى ساحل ليبيا الشمالي، بيد أن هذا القرار أثار غضب اليونان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود أحقية في المياه لجزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. وردا على سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها تركيا، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة. الموقف الأوروبي قد يتطور إلى تحالف ضد تركيا، فبحسب صحيفة كاثميرينيا اليونانية ثمت خطة لعقد لقاء بين رئيس الوزراء اليوناني والرئيس الفرنسي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين في بروكسل، وذلك لوضع سياسات جديدة حول تطوير التعاون الدفاعي بين أثينا وباريس، كما ستتم مناقشة إمكانية شراء اليونان لفرقاتتين فرنسيتي الصنع. لن يقتصر الأمر على الفرقاطات فحسب، بل قد يشمل إطارا تفاوضيا شاملا سيسمح لليونان وفرنسا بعلاقة دفاعية وثيقة وإبرام اتفاق سيشمل بند المساعدة الدفاعية في حال واجه أحدهم أي تهديد. إذن أنقرة تصر على البدء في التنقيب شرق المتوسط، بينما الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات. معنا ضيفانا من باريس عبر سكايب ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، ومن اسطنبول مصطفى أزجان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ناصر، يعني تركيا ليست عضوا ضمن 27 عضو في الاتحاد الأوروبي، كيف الاتحاد الأوروبي أن يعاقبها؟ بأي وسيلة؟ بأي آلية؟ نعم، تحياتي لك ولفريق العمل والمشاهدين. أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي عندما يريد اتخاذ عقوبات ضد تركيا ستكون هذه العقوبات إما اقتصادية وإما سياسية، بإعادة النظر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كان هناك كثير من العقوبات أو عدد من العقوبات في الفترة الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكنها لم تكن جادة أو لم تكن مؤثرة بالمعنى الموجع بالنسبة لتركيا. ولكن الآن الاتحاد الأوروبي أصبح يستشعر الخطر الكبير، وأصبح يستشعر أيضا خطر التصادم العسكري بين إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهنا نتحدث عن فرنسا، وبين تركيا، وأيضا تهديد لكل المصالح الأوروبية في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي البوابة الأفريقية للهجرة. بالتالي هذا التلويح الآن سبقه زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى تركيا، وأيضا زيارة لجوزيف بوريل إلى تركيا. الآن ربما هذا يعتبر الرسالة الأخيرة إلى تركيا بأن هناك عقوبات قادمة، وهذه العقوبات هذه المرة ستكون موجعة عبر العقوبات الاقتصادية، عبر إعادة النظر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهنا نتحدث عن كثير من الملفات، وأيضا اتخاذ إجراءات أخرى للرد على هذه الانتهاكات، منها تشكيل قوة عسكرية أوروبية منفصلة عن الناتو. طيب يا سيد مصطفى، لماذا لا تأبه الحكومة التركية الحالية بالاتحاد الأوروبي؟ لماذا لا تخشى غضبه؟ طبعا هناك محاولات عديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي أصلا لفرض عقوبات ضد تركيا، مثلا عقوبة عدم بيع الأسلحة بالنسبة لتركيا وما إلى ذلك، ولكن فشلوا في نهاية المطاف في توحيد موقفهم تجاه تركيا، لأن هناك ارتباطات وثيقة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال وحدة الجمركية أو اتحاد الجمركي بين تركيا وطبعا دول الاتحاد الأوروبي، لذلك هناك مصالح مشتركة. ك
كيف يخاطر الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، هذه المصالح المشتركة بين تركيا وبينها. ولكن يمكن أن يكون هناك فرض جزء من العقوبات الاقتصادية أو العسكرية تجاه تركيا، ولكن يعني عندما يفرضون على تركيا عقوبة شديدة هذا سيؤدي إلى إلقاء ربما وحدة الجمركية، لأن تركيا مشتكية أصلا من شكل أو من مضمون وحدة الجمركية. تريد تركيا تحديث هذه الاتفاقية حتى تنسجم مع الوقت الراهن، ولكن الدول الأوروبية حتى الآن لم تستمع إلى تركيا. إذن سيكون هناك يعني ربما فجوة كبيرة في حال فرض العقوبات ضد تركيا. طيب، لأن شعر المعاوية ربما ينفك بين الطرفين. طيب يا سيد ناصر، سأعود إليك سيد مصطفى، سأعود إليك يا سيد ناصر، لكن العقوبات التي تحدثت عنها منذ قليل، تحدث عنها أيضا سيد مصطفى فيما سبق وحتى فيما هو قادم، ربما هزيلة للغاية. يعني الاتحاد الأوروبي يتحدث عن علاقات اقتصادية مرتبطة بأسماء ترتبط بشركات تقوم بالتنقيب. نعم، هذه عقوبات مبدئية قد تعطي رسالة إلى أنقرة بأن تتوقف عن هذه الإجراءات التي تعتبر انتهاك لحقوق دولة داخل الاتحاد الأوروبي. إذا لم يتم الاستماع أو إذا لم يتم حل هذا الملف، سيكون هناك إجراءات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي. اليونان صرحت بأكثر من مرة بأنها مستعدة للدفاع عن مصالحها وحقوقها عسكريا. عندما نتحدث عن اليونان تصرح بهذا التصريح عسكريا، هنا أيضا تأتي فرنسا وتأتي إيطاليا، وكان هناك أيضا اتفاقية لترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا لقطع الطريق على تركيا في موضوع التنقيب عن الغاز والنفط في هذه المناطق. لا يمكن لتركيا أن تستمر بهذه السياسة وأن لا تعطي أي أهمية للاتحاد الأوروبي، وأن تعلق الأمر بأن كل الدول المتنازعة هنا هي عضو في حلف الناتو، وبأنها لم تستطيع التحرك إلا داخل منظومة الناتو. الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما قد يتخذ قرار ويعطي تفويض لقوة عسكرية أوروبية منفصلة داخل البحر المتوسط أو شرق المتوسط، كما هذه القوة موجودة الآن في مضيق هرمز، وربما أيضا يعطي آلية لتصادم عسكري بين اليونان وتركيا في مرحلة ما، وعندها سيكون الأوروبيين مضطرين إلى الوقوف بجانب اليونان، وهنا سنشهد نزاع أو تصعيد عسكري سياسي اقتصادي. الآن تركيا مقابل 27 دولة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كل الدول الإقليمية وأغلب الدول الإقليمية الرافضة لهذه الإجراءات من قبل تركيا، وأيضا اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق، هذا سيعطي مؤشر كيف ستكون الأمور الآن. ولكن طيب، إلى حد هذه اللحظة الجميع يريد إبقاء الأمر أو يحاول إبقاء الأمر داخل الموضوع الأدراج الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن الأمر لن يستمر كذلك طويلا. طيب، ويبدو بأن فرض سلطة الأمر الواقع لا يمكن أن نقبل بها الاتحاد الأوروبي. يا سيد مصطفى، ما هي الحكمة التي ربما يراها السيد أردوغان في أنه يعادي الجميع في نفس الوقت؟ اليوم هو بيعادي قبرص، اليونان، لبنان، سوريا، مصر، إيطاليا، فرنسا، ليبيا، الاتحاد الأوروبي. أصلا هناك حملة يعني موجهة ضد تركيا، على سبيل المثال كانت هناك اختلافات بحرية في جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا، هل تحملت دول الاتحاد الأوروبي بريطانيا إزاء إسبانيا؟ لا، وحتى بعد انفكاك طبعا أو بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكذا تركيا تقول أو رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول أن الحفاظ على مصالحنا في شرق البحر الأبيض المتوسط بمثابة طبعا حرب الاستقلال الجديدة، ونحن نحافظ على مصالح قبارصة الأتراك في شمال الجزيرة، وكذا تركيا لها سواحل كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، نحن نحافظ على مصالحنا. إذن يعني هناك امتداد البحر بالنسبة لتركيا في البحر الأبيض المتوسط. هل تركيا تتنازل على اليونان لأنها اليونان تمدد طبعا سيادة بحرية على حساب تركيا في بحر إيجا وكذا في البحر الأبيض المتوسط؟ إذا هناك اختلافات جوهرية مع اليونان ومع تركيا، لماذا دول الاتحاد الأوروبي يقهم نفسها في هذا المجال؟ لأنها يعني اختصاص بين اليونان وتركيا، يعني يختص نعم بين اليونان وتركيا، لماذا دول مثل فرنسا وغيرها يقهمون أنفسهم في هذه القضية مع أنها اختلافات ثنائية بين اليونان وتركيا؟
أشكرك سيد مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. كذلك أشكر ضيفنا من باريس ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما.